بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما نتمنى اللي تيشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحه جيده تنشكر المتابعين القدام والجداد والناس اللي التحقوا بهذه القناه كما تشوفوا في هذه الصوره التسبيح لرد الظلم على نفسك كيفاش ترد الظلم على من ظلمك تسبيح رائع واكثر من رائع اذا ان شاء الله بحول الله الناس اللي حطوا لي تعليقات عندهم جيران سوء عندهم ظالم تظلمهم في العمل عندهم ظلم شديد كل الناس اللي تيتعداو على خوتهم المسلمين بدون سبب انه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى حتى الظالم تيكون ابتلاء لان الابتلاء تاخذ عليه واحد الاجر عند الله او تمحي لك سيئات اذا الظلم الى تسلط عليك الظالم هاد التسبيح اللي غادي تسبح به ان شاء الله تسبيح رائع واكثر من رائع حاولوا غير ديروه بيقين لان الى درتيه بدون يقين او تحد مظالمك يرجع لك هاد التسبيح اذا الناس اللي باغين يردوا الظلم على نفسهم ياخذوا التسبيح مده ثلاث ايام على حسب القدرات ديالك ثلاث ايام او مده اسبوع تقدر دير هاد التسبيح اول حاجه تكون على وضوء تكون على وضوء وتكون دير هذا التسبيح في ثلث الليل يكون عندك يقين بان الله سبحانه وتعالى الا كنت مظلوم غادي ياخذ لك حقك هذه الصيغه ماشي صالحه للتجريب غادي ديرها وانت متيقن بان الله سبحانه وتعالى غادي يعطيك السؤال ديالك في هذا الطلب اذا آه سبحان الله هذا تسبيح خطير جدا اول حاجة بغيت الرد الظلم على نفسي كيفاش غادي ندير ان ركعتين في ثلث الليل في جوف الليل غادي نكون متقبل الى القبلة وغادي ناخد السبحة ديالي اول حاجة غادي نستغفر مية مرة ونسبح مية مرة استغفار والصلاة على الحبيب كيف انتقم من كل من ظلمني اذا غادي ناخذ التسبيح اللي غادي الرد به الظلم على نفسي اذا غادي ناخذ اول تسبيح هو بسم الله الرحمن الرحيم الف مره غادي نمشي للتسبيح الثاني هو لا اله الا الله محمد رسول الله الف مره وغادي نصلي على الحبيب الف مره اي صيغه بغيتي ولكن أتخذت الصيغة اللي بغيتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واذكر الظالم واذكر اللي ظلمك بأي صيغة بغيتي اللهم خذ لي حقي منه أو اللهم رد كيده في نحره واشغله بنفسه وبعد شره عني وعن الناس أجمعين إذا هذا هو الدعاء ولا بغيتو بزاف اللي بصيغه واحده غادي تجبدوهم اذا هذا التسبيح رائع ولكن ديرو في الحق لما درتيش آه في الحق يقدر يرجع عليك اذا احبابي حاولوا هذه الصيغه ديروها وانتم عندكم يقين بان الله سبحانه وتعالى يرد الظلم الى صاحب الظلم اذا الصيغه هي معروفه آه غادي ديروها ثلاث أيام متتابعة أو مدة أسبوع في جوف الليل في وقت الصحر ما بين الفجر يبقى لي ساعة وتحاولوا أنكم تأخذوا هذا الوقت اللي سيكون فيه تقبل الدعاء الله سبحانه وتعالى كيقبل كي الدعاء في أي وقت ولكن أوقات الصحر تتكون أوقات مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إذا أحبابي حاولوا تديروا هذه الصيغة بيقين والله المستعان إذا أحبابي تنتمنى لكم الصحة والعافية إذا عجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته